تشهد المملكة العربية السعودية ارتفاعاً سنوياً في معدل الحركة الجوية، حيث تجاوزت عدد الرحلات لهذا العام 700,000 رحلة، وصل فيها أكثر من 90 مليون مسافر إلى وجهاتهم بكل اطمئنينة وأمان. ويعود الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في انسيابية وسلامة الحركة الجوية إلى مراقبي الحركة الجوية والمنظومة التي تقف من خلفهم، والتي تشمل فرق الإدارة والصيانة والاتصالات وغيرها من الفرق التي تعمل بانتظام لضمان سلامة الحركة الجوية. يعمل المراقب الجوي لمدة 8 ساعات يومياً، ويتخلل تلك الساعات فترة راحة متتابعة، حيث لا يسمح للمراقب الجوي العمل لأكثر من ساعتين متواصلتين في المراكز ذات الكثافة العالية والمتوسطة، وذلك لضمان سلامتهم وسلامة الحركة الجوية. يقوم المراقب الجوي أثناء عمله بتوجيه الطائرات ومتابعتها، سواء كانت على أرض المطار أو في الجو، بهدف الحفاظ على سلامتها من التقارب أو التعارض، وذلك من خلال الحفاظ على ارتفاع أو مسافة أو زمن معين بينها، وتقديم أي معلومات قد يحتاجها قائد الطائرة. كما يقوم موظف الاتصالات الملاحية بتمرير خطط الطيران إلى المراقب الجوي لتظهر عنده، ويستطيع من خلالها تسيير كافة الرحلات بشكل آمن. كذلك يقوم المراقب الجوي بالتنسيق مع إدارات المطار عند الحاجة، لكون المراقب الجوي بمثابة حلقة وصل رئيسية بين قائد الطائرة وجميع الجهات ذات العلاقة بالمطار أو الجهات المختصة. يمكن تلخيص التخصصات الرئيسية للمراقبة الجوية إلى 3 تخصصات: مراقب برج المطار، وهو مسؤول عن إدارة الحركة الجوية بالمنطقة المحيطة بالمطار وعمليات الإقلاع والهبوط والحركة الأرضية. مراقب الاقتراب، وهو مسؤول عن إدارة الحركة الجوية في نطاق 60 ميل وارتفاع 15,000 قدم تقريبا حول المطار للرحلات المغادرة والقادمة. مراقب المنطقة، وهو مسؤول عن إدارة الحركة الجوية على الارتفاعات الأعلى والتعامل مع السرعات العالية. وبالإضافة إلى كل ذلك، فإن منظومة سانس تعمل على تطوير أنظمة الحركة الجوية لتتمكن من زيادة الطاقة الاستيعابية، بحيث يتم استخدام تقنيات الأقمار الصناعية، مما يمكن الطائرات من التحرك على خطوط متوازية عوضاً عن الطرق الشبكية السابقة، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة في زيادة نسبة الحركة الجوية بحلول عام 2030، مما يسهل حركة المسافرين على الرحلات الجوية داخل وخارج المملكة. شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية